السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وأحوالكم مزيانة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم دي كوفخ الكوتل كيجيو ساهلين ومقرمشين. بالنسبة للمقادير أخواتي، غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو 85 غرام ديال الزبدة مذوبة، ساشي ديال الفاني، و4 غرام ديال الخميرة الحلوة، 375 مليلتر ديال الحليب، 3 ديال البيضات، وكذلك 30 غرام ديال السكر سنيدة. كناخدو اخواتي بول او لا سالاديه، كنفرغو فيه الحليب اولا، كنضيفو الفاني، كذلك السكر. انا اكتفيت ب 30 غرام فهكاك باش ما يجيوش حلوين بزاف. 75 غرام ديال الزبدة مذوبة، وثلاثة ديال البيضات. خلطوا المكونات مزيان. فبعد ما كنخلطوها اخواتي مزيان، كنضيفوا 250 غرام ديال الدقيق، وكنبقاو كنحركوا حتى هذاك الدقيق كيتخلط مزيان مع المكونات السائلة، وكنحصلوا على واحد الخليط اللي هو كيكون تقريبا بحال الكريب، عاقد شويه على الكريب. وهنا كنضيف 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، باش هكا كتعطيه واحد الخفه، كيجي خفيف شويه. وهذا اخواتي هو الخليط ديالنا، كيجي متكتف كما كتشوفوا معايا. كنخليوه يرتاح تقريبا 21 دقيقه على ما نسخنوا لاباري ديالنا ديال لي كوفر. صافي، هنايا وجدت لاباري ديالي سخنات. كناخذ شويه ديال الزبده وكنحاول ندهنها كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي. هنايا كنبدا نفرغ الخليط ديال الكوفر بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. ما تعمروش بزاف، فهما مع داك القليل ديال الخميره اللي ضفنا غادي يضعفوا شويه في الحجم ديالهم. صافي، هنايا لي كوفر ديالي طابو كما كتشوفوا، كيجيو محمرين على هذا الشكل. هنايا صايبت شويه ديال صوص شوكولا ميزون او منزليه، خديت تقريبا واحد كاس الحليب مع 40 غرام ديال الشوكولا وذوبتهم. كتشوفوا على هذا الشكل كنحصلوا على ان صوص ديال الدار. وهادو هما لي كوفخ اللي وجدت اليوم الكوتي، ساهلين ومقرمشين ولذاذين، غيعجبوا وليداتكم. قدمتهم بهذا التقديم هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله في البيوت ديالكم. ما تنساونيش من بارتاج، من لايك، من التعاليق الجميله، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه مقبله بحول الله.